يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أية مثل السكينة بالهبار بفضل الله وبرحمته دخل جون البرنامج إذا در أغفص حبين في محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة في محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل إذ الخيار إذ يخلق سيد ربي سبحانه وتعالى ذين عباد غلق عام أم بعد أن الأنبياء الرسول حاشا الأنبياء الرسول إذ يفن. الصحابة في محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل مشهورية الصفات الهام، مشهورية السلوك العايم ذي الأخلاق الحسنة. ويحمي يثن النبي محمد صلى الله عليه وسلم طاشي مثل ويشو الصيد في اللسان على خطر الإنسان في ربان وذي لكل نس إدفغن ذي المدرسة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه توصينا العباد باش يعني القدر يسحب ينس ويهضر في اللسان أطاس ما ذي القرن يثمثن غير إسحابيين إسحان الأنبياء إذا الرسل إلى نقضي أنف الخلاف عن القرآن إلا الهرسل إذا ندمك لك أيون المثل ذا نشطح إسحابيين سيدنا موسى عليه السلام ما في القرن غير إسحابيين في محمد صلى الله عليه وسلم ذا شوار الوهي أي مثل بنو إسرائيل يهين اسم أبي يكشم الإيمان الذخي ويا ونسل قرن ويا ونسل ذلكي ويا ونسل مهما كانت المعجزات زنديس كان سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يبدي يكشم الايمان غير ويا ونسل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قال سفرة ندبيف حركة شويين أصغر فرعون الزد والنسل وكني مازال سعى الشك يقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله قال إنكم قوم تجهلون. ما زلت في غد البحر يخرج مازال سيدي ربنا في غد البحر عدان وفرعون كي تشويين من صغار قال سيدي ربنا من الإنسان من جنود ديس ولكن في غد غلفان وفند كران المشركين ألا بذل الأصنام زرا ننسى موسى خذ ما ديون أمي إذا بشدت نعبد إنيس خون ويد الجهلاء ذي زرينا ما كنت دي سفر الزخي لبحرنا إيش من عيوني ذي زرينا ما كسغاقا فرعون أهلون أتصيب ربي غيكون دقيقا إذن تيكون دي إنجان إذن تيك سغاقا أهلون إنيس خون ويد الجهلاء إنيس خشمت غير بيت المقدس ولكن دا شي سنان الصحابة إنس أي مثل الناس اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون الناس روح أكد الشيء من سيد ربي مثل عفظ دوكيت فقبل آدو ذي شنيدون نكوني من قيم كان دقين أنس دليلون سبحان الله سيدنا موسى إني سنة سيد ربي وحشن كله ما غيد البراء قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي سبحان الله ولكن ما قيل فيه مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي اسمين في غزوة بدر يشاور يثن إن يسن أدفكر العقلية سنة انتقد المقداد من الأسود رضي الله عنه وإن يسن يا رسول الله إن يشوف دن قرر ما كان شيء إسنا بنو إسرائيل موسى عليه السلام روح شنين تصدر بني ثعب فقبي ما ذو حذون نكوني نلقي ولكن نكون أجدنين روح شيني نصيد ربي غيث عفضو نعفضي نكون أقلق يدون
ننس لها نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون. أقلع يذون كتير سيدي ربي لكني أقلع يذون. سبحان الله يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. خزر كان الفرق شتان بين هذا وذاك، ما كان خزر كان مثلا الفرق إلا لكذا الصحابة من سيدنا موسى الصحابة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دوايا الأنبياء يون ثبان تكران يون ثبان لان يون ثبعث يون يون سعاسين يون نغرو يشقو ذي ثبان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتص الصحابة في ثبان، الآلاف من الصحابة في ثبان، السجير أمليار ذو النفس يكشهد لا إله إلا محمد رسول الله ثبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يتشكر الصحابة ويتو الصيد فلسا يحميه يناد يختار يتشيد ربي ويختار يدندك أيه الصحابة يختارني واختارني أصحابي. أكد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يناد الصحابين يسحبينين أن يثران إن دوين إذعون دم خدم بل أماكن يخدم أقلكم بوردين هالي ثلان أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أكد هنا وشريح للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله الله في أصحابي غروة يسحبينين غروة يسند خدمان غروة يتهدر فلسن غروة يتسنعين لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. كدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سنعي الصحابين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو إن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. يقول سويت دخيقا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سويت دخيقا إن دلوكا يوندقون ذي الفقة أذي صدق أذي فكر أزل قذرارنا الأحد للذهب إن دوري الصوت المد وقيد المد مد جيو نصح فيهم نغم النفسين سكان نصفا سبحان الله الفاركة نصنيف كان سيد ربي إسحابين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لعن الله من لعن أصحابي أذنا يا ربي ونقنايم الصحابين. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتمدح إثني ديار بفلسن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال يدن النبي مشريع صلى الله عليه وسلم يا بفلسن سيد ربي يا رفلس يا رفلس نخل داخل دقيقا ونثنين أربعان سوين اثنين دقيقا سبحان الله. كيف مثل يا رضان في الصحابة الكرام يمدحد يقال يدان ايه مثلا دوك سوسوي السام الحديبية يقال يقبوي على الرسول صلى الله عليه وسلم داو الشجرة اللي مقال شجرة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبحان الله أي مثلا 1400 من الصحابة يقبوا يعني في محمد صلى الله عليه وسلم ذكم كان يجيب إذ يلدر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الحديبية يرضف نفس سيد ربي ويرضف جميعا الصحابة أي مثلا ويطيب ذكنا في محمد صلى الله عليه وسلم بشأن فلع أبريد أبريديس أبريد من الصحابة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أي مثلا إسحابين في محمد صلى الله عليه وسلم أمي ثرائن جنيهم ويون دكسني فادله برسي بفضل الله وبرحمته اليون إجحمين في محمد صلى الله عليه وسلم أذوين اسمه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يحمي في محمد صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل ابن عمر ابن أوس الخزرجي الأنصاري ذا أنصاري أية مثل والسوي ناس أبا عبد الرحمن خطر يولد بالرويس قناص عبد الرحمن يكشمد على الإسلام في 18 سنة ذي العمريس يكشمد قسم يعني يشجعن في محمد صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يشجعي في السفير غير مدينة المنورة بن وقت اليثري بسخان باش أذي انشر الإسلام أذي هجم ساحان الإيمان إلى هجران
دار الهجرة هذه جيلة بلاتفورم يمكن نغير هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومصعب بن عمير الأبدري يفكي صار بدي ذي الصورة الهان يفكي صار بدي الفصحة ومسري العين يفكي صار بدي يعقي يفكي صار بدي العين صرفة وليس الأحسان إيش كش مثلا الإيمان البغي ويوزن يقضى دينا أمنا يقرأي يقضى كنين في الظلم مرة دينا دي المدينة المنورة وعلى رأسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضى يمن أي مثلا يشهد لا إله إلا محمد رسول الله من دي إسلام لقوة صعب بن عمير إن إيش وقيد بريد من الحق وجيم ولاش قدرين الحق النظام حاجة وجيم إذ وجد يقيم إن في محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أي مثل يغيس بن معاذ لأهل المدينة إنيس أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعين دين سيمن أقلين كيني ذن زوار ذهون وغير دين سيمن وشاهد ليه مثلا ثبع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وجلس إلا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل يحضر غزوة بدر ويحضر المشاهد مرة أخرى في محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا يحضر البيعة من العقبة في السناف إذا روح عندي 70 سنة أهل المدينة أنصار المدينة روحنا غير مكة المكرمة ملند النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيقيم قرب بيعة العقبة الثانية دي 70 سنة وإلا جلس معاذ بن جبل رضي الله عنه يوم شباب يوم الشاب ذي مزين يدد يمانيس إف كيسار بين النور غير مذميس إف كيسار بين النور غير مسلينس ميد يهضر ذي المعنى ثشو سميس ذي الفايدة ولا هذول يس ذي المعنى أكام يد مثل ميد يهضر أبي السد هش العيبة ذي مجهدة أنا خطر حشيني نهال إد هدر وميد ينغوي ذي المفتاح وقويلك اللي فيه هدر مكنية ذو الجمل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعتبر مثلا من السابقين الأولين إلى الإسلام لكن زورا من ذلك شنطة الإسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كما يتمثل معاذ بن جبل رضي الله عنه إيزينا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم يلسق غير غرس يتغي غير غرس يبويد القرآن الكريم يبويد الشرائع للإسلام يقيد الفقه يتعلم يربح العلم غير من في محمد صلى الله عليه وسلم يغالي قارن القرآن الكريم سيوث القرآن إسيام يفرح سيد ربي يفرح في محمد صلى الله عليه وسلم يدد القرآن يقارن القرآن الكريم كلي تيقي حيد مثل يقارن الرسول صلى الله عليه وسلم استقرئ القرآن من أربع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وسالم مولى حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل كما يتمثل يصور الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل زران وين درس سيدر بذي العلم يتصطف يسعى يوث الذاكرة الله منه ثم قرحات يجمع ينزدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعلم غرغص العلم عن قرآن يصور في الأوش بيح صلى الله عليه وسلم يقرد أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل إند أولاش من يسر الحلال والحرام أكثر معاذ بن جبل ذي الأمين أكما يتبذل يشهد عمر بن الخطاب ذو قطاصم الصيفات أي مثل أمام ذي الفراسة أما ذي لا ذي الشجاعة أما ذي لا ذي العقل كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشجعيد غثورت من اليمن ذي نشر الدين ذي فقه العباد الدين ذي الإسلام وإذ بعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كفار ذي المدينة يتمثل معاذ بن جبل يركب في الدار بينس وإذ بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يلحو أفي دار نيس يتفكرك من الوصع إذا على سيهدى ذا شو يسيدنا وش بحزيزا صلى الله عليه وسلم صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم وين الصلاة غافي النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريد سيدة ربي غدا تأدي صلي في لسعة شغيبا لن أكار يتمثل أي مثل ينسل في محمد صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ يزمل أسمي قلب غلب ويد سفران معناه يعني هذه توصي هذه الطفل ذي مسلين أسيني
الآتي توسم الناس يا معاد شو النساء تحكم ما توضع غادينا غادي مرتنا اليمن الناس رسول الله تحكم نصر الكتاب شو القرآن الكريم الناس اللي بقنا مدو في ضرق إلى أن في السنة دي القرآن الكريم بقشي شو النساء تحكم الناس تحكم السنة إليه السنة السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس يا معاد ماذا قلنا مدو في ضرق دي الكتاب مدو في ضرق دي السنة شو النساء تحكم الناس يا رسول الله أسخ المغلى غير أسخ المغلى عقلي أد اجتهد الناس أد تعمق ذي الكتاب السنة أد الحوة حاشا ما قلنا إن شاء الله سيدي ربنا يوفق غرس صواب إشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزمو به الناس الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله الناس الحمد لله ربي يوفق وينش دعاء باش أد يرضوه باش أرضوه في الناس إذ وين إذ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يفكسر بين ذي العلم يفكسر بين ذي الحكمة يفكسر بين ذي الشجاعة يفكسر بين ذي الفراسة يفكسر بين ذي الذكاء ذي ذي الصوغ يفرال يا الصحابة سن عينس ذي الفقهينس أية مثل إند أبو إدريس الخولاني رحمه الله إند رحاب المسجد ذي حمص يندو في غدنا يوذن حلقة قرحة أزالن 30 من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يندو إلا يوندسن يون إرزن يند إنو واسي دربي مذميس إيس عصفة سوشمين وده درنا مطاس إيس محسيسي وينه درنا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مدرس القرآن الكريم السنة إنيس مريم وقادك سن وحين ذكرى إند أروح لدو جهلو أخذ زور السنة غرورس إن بعد أسن شدي فروق ذايا إند بعد أبي قيغة سوسمينس إذا المعادل الجبل إيس عصفي يديم النور إكاد غفوذ ميسا النور ذي قميسي ند ما ديهبر ذي النور ذي السفوغ ذي قمسلين نس وميدينا غواي ذي المفتاح وينك نم إيك حواج العلم باش يعني ذي الحل من المسألة أي كان غير مذن إيناد أبو إدريس الخوالاني إيناد إرسو معاد بن جبل يرسو إبقوني أخذ زور مزورا وغير خسر إيك شمغا بغي قوي إيما دور من بعد استخسر في الناس وذي ذلك إرزينا إلى دنانية المعاد من جلال إلى دوحة الوصي إلى دناس والله إني لا أحبك في الله والله أركحم يغفوذ ما ربي الله إلى المقرية دكني إلى أرمي تحقق يعني السلسلة سنات القوية والسيدنية إلى ديني أبشر أفرح يقدم يحمي نفسي ربي يحمي إذن سيد ربي ويسري إذن يتكسل النور غرورس ويسري إذن على منابر من نور يوم القيامة الكامل يتمثل وكذلك الإنسان المؤمن يعظم سيد ربي سلحقه يسعى للإيمان الخالص وانتظر لذا في حمل يتكسر بالنور غرور ميس يسيم آذي حمل العبد بذي زرم خزر كان من ذي قرب سيدنا موسى عليه السلام يقرد وألقيت عليك محبة مني فكرت يوث المحبة من كزر يونا ذاك يحمي فزرت آسيا امرأة فرعون أسمين إذا تذكر لبحر الريف الخامس ثويث أبريل ثنيس فرعون ثنيس ذلاني وكذا ترى يكشم غرب خيبويس ذا حبلي تسحلل وفعلا يغسوين كما يذمر الإنسان المؤمن مثل زرعون أذى يحمي الكامل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب أي مثل دائما يتشوارف يتشوار معاذ بن جبل أشحال التمثال دائما يتشوغي غواص الصوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة لولا معاذ بن جبل لهلك عمر لو كان ماشي معاذ بن جبل ثني يهلك عمر سبحان الله ثني غادي يفق يغريب ودي تسافر الصغار أبيه به
سبحان الله أبي أضرب بين أفي سحبين من في محمد صلى الله عليه وسلم هذا سلاء ربي ولي سلم رفن في مشيح صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان المؤمن الذي يسقسي أهل العلم ويخدم لك كم دوريس صلاة قروي يقصد ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجاهل ويتعدير سيد ربي سيد الجاهل نسي 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 محال يحاسب الجاهل على جهله. الجاهل أفي حسب ربي في الجاهل نسي الخطر لن إمسناول أدي السقسيم باش أدي جبد ثلو سنين أي فمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشمة معاد بن الجبل غير دخل بويس داشو مدينة إنك عجزت النساء أن يلدن مثله. الله إنك أزمر تاثلة وين تسعود أم معاد بن الجبل سبحان الله. وقلت نساء معاد بن الجبل ذي العقل بيك يستخدم العقل نس بيك يستخدم أمس ليس مثل دي الشوفة تسأل وتستمسال إيه الزر ده شو ندي قال آه طال نكون نحمي ذي العصر ما تسوش مين لا ذي العبادة ما تسوش مين ذي العبادة إلا قد خمض الثلاثة مثال أقل دي اللي لعب أدي اللي لعب دي ميسا دي هذا آه طال إلا قد دي هذا أدي سقسيني مانيس أدي هذرنا على ثقيوث في السنين نظم دا شو مالا ديني العبد إما ردي هذر وفي السياطة النظم أول ذاتي السوفة ووالني مالا ديني ثلاثة يجين لقد شمت تزدخل قول لغ العبد باشا ديني ذا عقلي ذا العقل أريد سير أمس لاي أقبل هذا دي فا ولكن دينا عصرنا أن نقليني خبرنا كان يتمثل ذا أمس لاي إدي جوير أقبل العقل أم بعد ذي يندم العبد وما يندم دشا ديال كما يتمثل معاذ بن جبل يتوصين أف العلم يتوصين غف المسلم دائما أدي آدي قار نذف أتي السلم أسمي إجموث معاذ بن جبل رضي الله عنه بالخلافة العمر 33 سنة إكس عام ذي العمريس ومعاذ بن جبل ذي العبد يتسميح ذي العبد لن تساخين يتساكي سميك موث أين يسعى مرام يفكث حاشي الموز ميلا لذي يخدم الخير بقى يخدم أولش ولا سرد في الكلام أستيد خدمانا ويزرس قصر بين الأخلاق ويزرس قصر بين ذا الصفة دي الهان ألم إذ حمل مرام الغشين أيضا وذي قولة أن المؤمنين مرام إقلام حاشي ميفنا العمر من دونه ويموث أن في محمد صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل ما زال يدي مرث لليمن أي مثلا القشمن القشمن يدي شجاع غادينا باش أذي استعلم أهل اليمن باش أتنفق أهل الدين وذي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يغايد معاذ بن جبل ويقيد إدري من يدس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعلم شو نشتاقين قال شو يقول معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل دين دي حلس الحلال دي الحلال دين دي قس دينس ويقبل العالم أم الإنسان باش يزدي يشري ويديرهم الحرام. ولكن عمر بن الخطاب يمك زرام يقول دي من يروح على أبو بكر الصديق الخليفة الناس يا أمير المؤمنين الناس معاذ بن جبل إذا لم يدي بهم يتلس ديكسن بيت المال المسلمين ويرجع الناس ديال الجواب أبو بكر ولكن يروح قبل ما نخاف من معاذ بن جبل والناس له دراجين ولكن معاذ بن جبل الناس كنا أين دبيغ ذي الحلال يدي دبيغ وذي دبيغ على ذي الحرام ودي الشمال مدارها من الحرام هذا خي دين تحلى ستيدينس وعمر بن الخطاب يغايد غلو خميس معاذ بن جبل يتمثل لك مكني نسينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصل بالقرن تسخل عين تركيز يكرم قفايام الوخام ان عمر بن الخطاب يتسرى في البرث المدي فق يحتضر نيفا كامل تصويت إني سيجمع عمر أجمع عمر أجمع عمر إني سوق جاكي عشان لو كان ماشي دكتيني خشمع دخل السلاف تلي موثا دكتيني دي إيدي جفن دكفوس أبتشيني دي اسم العام أين لكن يدل هذا الرنية قفية أكن في غط خلبة قفية أين تخلبة مرة قفية والدوك للنسيد سأل أبو بكر الصديق أمير المؤمنين الخليفة رحمة الورس إنيس معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إنيس وقام أين تحل أربع إذا لم نجد بها كان دي ثمرتنا اليمن إنيس أكن في غط
غس حلا في ندي حياي غس وفني تستدينو ولكن في ندي كفوسي خمك اللي يعجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الدرس تمسك إنسيا معاد إذ الحلال أين دوير أولا شو في تسلس ندكس حاجة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكام إذا حبيب من سيد ربي أكام يتسم يحملين أكام يتسم عاون من الدنيا وكما في نجمع سيد ربي ذا رحمن يا رحمن يسدي جلف أغجمع ربي يتسنى يتمثل أغدح شار ربي يتسنى يتمثل دن في محمد صلى الله عليه وسلم أغي ربي القبري ينسن أي يتمثل ومعاذ بن جبل يروح غاثمورت الشام أي مثل أماكن يروح على ثمورت الشقائد مثل محمد صلى الله عليه وسلم غاثمورت اليمني في قيد استعلمسن الدين أبري ذاكين الشقائد عمر بن الخطاب غاثمورت الشام ودي ثمورت الشام أني وغيد الولي دينا أبو عبيدة بن الجراح ونسأل أبو عبيدة أكا معاذين سيسر المؤمنين مران عاديين المؤمنين نقول لهم سنة عاديين تصيب يا ربي يكشاكلوا لهم تنفي محمد صلى الله عليه وسلم يكشاكلوا لهم ذا القرآن الكريم يكشاكلوا لهم أي مثلا إنما المؤمنون إخوة ومعاذ بن جبل يفذا أن يستعلم أن يتشفقه دينا ذي ثمورة الشام أسمين إجموث إفلس يا ربي أبو عبيد بن الجراح يغايد النساء أي دلوانيهم أغف ثمورة الشام أي مثلا والنساء يكشفن سرقومون ولكن ذي الإمارة ينس إذا رسي قرنا إكرار الشهور كان يقرنا إيقو ذا ذي الأجل ينس أذي مي يتسيد ربي مثي دقيقا ويموث معاذ بن جبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يند لو كان الرغيون دقون كانوا ذي الخالفة إني يكتلر معاذ بن جبل ويدي سقسيسي ربي غشيني أسينير أسيغس إنفين وش بيحصل الله عليه وسلم غيرتش قاض إند إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم أسمين إند سينيرا فنرز دي وش بيح ننفي صلى الله عليه وسلم العلماء يوم القيامة ماثن دوي غرزة به المعاذ بن جبل الذي لدم زواله الإنسان إذا رافع الراية الزاد العلماء رافع راية العلماء يوم القيامة الله أكبر أكبر يتمثل معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة أكد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينواس وسام ربي ما يتمثل يا الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس لمعاذ بن جبل إنيس والله إني لا أحبك يا معاذ يا رئيس معاذ بن جبل إنيس والله إني لا أحبك يا رسول الله يقول ناس الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسح بيه معاذ بن جبل إنيس والله أتحمل يا معاذ سبحان الله يعني يقول ناس إن في مشبيع الخيار يقول دي خلق سيد ربي سبحانه وتعالى يقول معاذ بن جبل إنيس أتحمل معاذ بن جبل إنيس والله أتحمل يا رسول الله إذا شو نسينا إنيس لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إنيس وكتسو قرد دائما ما أدفقت زمي أسد ربي عوني ما كد ذكر عوني ما ذكى الظام كيف مثلا سلم عاونا نسيد ربي ما ذكر سيد ربي سلم عاونا نسيد ربي ما لنعبد سيد ربي ذا شو التجميل ترسي للإنسان العبد الضعيف إيو إنه إذ دقيق لكني كيف ماذا؟ وزميلا للعبد سيال تجميل تسيد ربي سل إعاني سل معاوني إنسان إذا ذكر سل معاوني إنسان في العبد سل معاوني إنسان تعيش سل معاوني إنسان إلا وغاو سال الغاية وذن سال الحسن أين إذ يخدم سيد ربي من العبديس سن معاونة ينسكن إجزمات يحمل وسن معاونة ينسكن إجزمات يشكى كيف مثلا سيدنا سليمان دين فيهم ده شو يسينا أخلق العزوز سبحانه وتعالى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أربي يسكر سخر يسكي سرك خدمة العمل الصالح يسكي سرك حمدة يسكي سرك شكرة يسكي سرك خدمة العمل الصالح
كسينا كان في مشكل صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذه قال دائما بعد مثل تظني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي عوني أكد ذكر عوني أكشكر عوني أكعذر. الله أكبر رجع ربي ذي المؤمنين أيضا إمو بريثيد يوم واسم صلى ربي الرسول صلى الله عليه وسلم نصبح تصبحي إسقسال إنيس كيف أصبحت يا معاذ أمك تصبحت يا معاذ أمك تليل إنيس معاذ بن جبل صبحت يا رسول الله مؤمن الحق المؤمن الحق إنيس في مشبه صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن لكل حق حقيقة فلا حقيقة إيمانك إنيس إن لكل حق حقيقة إن كل الحق إيش حال الحقيقة؟ إمد بالمؤمن الحق ده شو الحقيقة بيان؟ ده شو الحقيقة إيمان لك؟ إنيس معاذ بن جبل يا رسول الله إنيس ولش سين تصبح تصبحيث ضمن رب لما يدف مديث ولش سين يدف مديث ضمن رب أذي يدف تصبحيث كي ماذا؟ إنيس ولش القذمة يخدم مريحو ضمن هذا النور القذمة النظام الموتي قال زي قال والنيس لخر أسد في الأسوى النيس أذوى جميع إذ المؤمن الحق إن أتكمل إنيس أما كني غاد شوالي ذي الأمم تذيك روح غار جنث أهل الجنة التي نعيم ذي جنث إذا ذيك روح غار جهنم غار شعاد سفن ذي جهنم سبحان الله إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم إنيس قضب المقتل العين أما كنين القمة عن الإيمان تقشش من الإيمان إنيس الطف كان كنين دقيقا إيه ثلاثة كان أهل ترى أن كنين سن عبادة نقدر نشتقين يقربون لنا بلي يقرار أنفقد كخام النغيز ده أدنفقد القشنة إن الإنسان أدى الفرد السعية إنسان أدى غوين أثبت سني غشيم أن نحر وخمن النار أن سيم أن قبي فعل النار أن يقذو من دي الدنيا يون ويذو ما دي الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن وسي قارن ما دي كرسفع سيني وسي ميدة في مديث أن وسي نال ما دي أفهم ديك وسي مريدة في ميدة في السبح وشبه النبي صلى الله عليه وسلم إنيس لعبد الله بن عمر إنيس كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعود نفسك من أهل القبور إنيس إليك ذي الدنيا ثم كنت غريب أغريب صغير موي نيس ونكون من يوذي موي النغض ونغض دقيقا ولا قرار مقري غرص إذن أنا حسب من نغض غريب ذي الدنيا وعبد الله بن عمر إنيس كميل قويس إنيس إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء الله أكبر إنيس ما ذكرت الصبح وركز أصدمنا كده في مديث وما ذكرت قلت مديث وركز أصدمنا بشي كده في الصباح كان يا قد يتخمم يون أو لا رجع يا ربي من الغافلين يثنى ثمين رجع يا ربي خمت القوية والنار خطر ما دي سوكتي لعبد نشتاقين أيدين يتحس كان معاذ بن جبل رضي الله عنه ويخدم هذا بين الدين هذه جماعة وينيس أخدم الدنيا أزال وين أثقم دخيس ولكن خمس يخف أزال وين أثقم دخيس خزر كان مثلا دنيا أرش عين ثلاث تبرث أكتشو ثلاث تبرث تفغان ولكن دي تبرث من تفغان دنيا أدي يكشم دي تبرث أكتشو من الأخر تفغى دخيس وياش نعم مكش يون يخاف ويجي وقف دينا ذا شاك يكفون دعوين دينا ذا شاك يكفون دعوين من أدم أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان يتمثل ما دي سمثي لعبد نشتاقين أدي خدم دقوين العالية الذي تسواه إنس أبو هريرة رضي الله عنه اسمه نكس مثال ننسى شيء تسروه يا أبا هريرة شيء مثال يكي تسروه إنس مشي دموثي وكذا ولكن ذا شغل يكفون دعوين يخاف صفري بعد أعوين دروس ذا شو ما يكفون شيء يكفون دي يخاف أكا ما يجيب هذا الخمم أي مثلا
إذن اسم عالي بن جبل إيف كثب سيدي سيدي ربيو إيف كان المصير سيدي ربيو ثذاتي سيدي ربيو كل شيء سيدي ربيو يغن ويزرر حاشا سيدي ربيو النيس حاشا غاف سيدي ربيو حاشا غاف يغاف إرسل إيف مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إيند معاذ بن جبل إيند حسبيت ذي الأمة إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا إيند حسبيت ذي أمثل أمثلنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كيف مثل معاذ بن جبل دائما يدعو على العلم يقرب السند نذيف أنت السند خطر الإنسان يحكم المسلمين لا عندهم السند ذي المنكث من دونيه يعرفون فيه ماذا ذي المنكث من دونيه الجهل يعاب القلة المسلمين ويكز مالك يقضي ويكز مالك يصبر أكن يبغي لهم يقربك يعبد زميان ظلام أتتحمل ما لينوس ويفيه ما يقلل في هذا ديهياش يقلع طيب ماشي ديهياك أبنى من ديهياك ولكن إذا قلل في هذا ديهياش يقلع طيب كامل إذن آدي توصي دائما وأبدا أف العلم الديقار ثم سنين ذي الكنز ثم سنين يحمي تربيه ثم مسلم تتقرب يعبد غير سيدي ربي كاين مثلا القلة المسلم تزايد أتزايد ولا في القاعة أو من فيه مالا القاعة ما تزايد في الناس خلي عليك في العباد يقاس نادير مادام إلا روح هيك نادي ما تسيمر نادي ما تفهمر سقسي غير مسلاون كرب وين يتسنادي نادي السين يغالي السن الجاهل الوين يتسنادي نادي السين وين يسنى ديما غاشو يسنى لا ما يسنى ديال يسين ولا قرار راه يسين كاين مثلا اذا معاذ بن جبل اي توصينا يولي يروح دار وسينا شو السيد ذا شو مسينا معاذ بن جبل يمش ولكن ما وصى كي دار طار به الضعاف ينس نعم هذاك الضعاف ينس اوزوم الفضل ماشي معاذ راش الشهر إذا رمضان تسوزون معناه أكي كلف سوي المزمرة ما يكلف الله نفسه إلا وسعها إناس أزون في ضرب إناس الظان في تصد ماشي قيام الليل ماشي عام 12 شهر أي نتزمر لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وكدي تكلف رسي ربي سوي المزمرة إناس خدم أخدم ذو ذاتيني خدم وركد حسغد دي الحرام وركد وين يثم وركت سمثل ماشي لنسيم ولا تموتن إلا وأنت مسلم سبحان الله إنش ولا تموتن إلا مسلما وإياك ودعوة المظلوم إنش يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنش غورك الدعوان الدعان وين يتظلم الدعان وين يتظلم سيئ ذسون شبي في نوث شريده صحوة سيد ربي سيد ربي سبحانه وتعالى إيميس وعزتي وجلالي لا أنصر لك ولو بعد حين إيميس العزة والجلالين إيميس أرض نصر المغروم ولو بعد حين كما يتمثل معاذ بن جبل رضي الله عنه يقضي ذيدا أجل نس يسوي سيد ربي ما يغير الورس ولكن معاذ بن جبل ذي سكرة الموت يبذلها يقرص مرحبا بالموت مرحبا مرحبا يا حبيب الله اكبر خطر الدمر وحبيبي الدمر وينك نك حمي الدمر وينك نك ايش الهام هذا ذي وين ايش الهام هذه من اليدس كما يمثل حشم امسلين من العين ذي تفغن ذي جلس نينس ازيدان ايك حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يعني امكاري وذي ون الموت فلاس يكتعيشيهم فلاس يخدم فلاس يلحو أهدرا نكنيهم نقال ذي الخطر نغد الوقت نغي فادي وذاك أم كان استقبل الموت ما ردي وذاك ما ردي وذاك مالك الموت دي روح دي قبضها روح نغد أم كان استقبل أنشتكي من قفيد رجال استخي الخطر ما أي مثل ذي الدقائق نيمة ذي الدقائق نيمة
إذا إيه روحك المعادي من جبل تشوف غندي مسلين نقميس تشوف قلب باللي العظمة نقص عن الإنسان المؤمن إن غسيل ربي اللي تسوي ذلك السجين غرج وما كترجو إن غسيل ربي تزريد باللي ماشي لحمي حمير الدنيا باش تزهو باش تسعو باش تكسب ولكن الحب باش تعلم باش تفهم باش يزيد الايمان ديالك باش هذاك دعاء الوكيل معاذ بن جبل ايه مثل ويرفع فسيس اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله ويغايغ سيد ربي الوكيل معاذ بن جبل ايه مثل وذي الوقفه كان يسعان 33 سنه ذي العمرس معاذ بن جبل أرد حشرة بهم ذا الصحابة الكرام أرد حشرة بهم ذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الصحابين الكرام أورق حرم بهم ذي المرافقة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أورق حرم بهم ذي الرؤية من وجه سيد ربي الكريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا جاي ربي وذي تبعا السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي صحابين الكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا سبل السلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.